السلام عليكم احبائي في الله، صباح الخير. كي دايرين؟ لاباس عليكم. كما كتعرفوا نهار الاحد راكم عارفين يعني كنديروا في الخبز ديال الاسبوع. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم خبيزات ديال بالزرارع، وغادي نقرصهم عاوتاني بالزريعه وجنجلان، يعني ما غنديرش الطحين نهائيا، غنقرصهم غير بالزبده وبالزرارع. وخليكم معايا الى نهايه الفيديو، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من التعاليق الزوينة ديالكم اللي كتفرح القلب، ومن اللايكات ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو أكثر وأكثر ما تنسوش تبارطاجيه مع الأحباب ومع الأصدقاء. مهم البنات، أنا غادي نعجن معكم واحد خبيزات. درت الخميرة ودرت الملحة ودرت شوية ديال الطحين دالفينو وشوية ديال الفرص وشوية ديال الزرع. غادي ندير شوية ديال الزيت. صافي، هنا البنات كنخلطوا العجينه ديالنا بشويه ديال الماء دافئ، وكنجمعوا العجينه ديالنا وكندلكوها مزيان وكنخليوها حتى تتماسك. هنا بعد ما دلكتها مزيان غادي ندخل فيها دابا الزرارع. درت الجنجلان، شويه الحبه السوداء، شويه ديال زرعه الكتان، وغادي ندخلهم مزيان في العجين. وانا ديجا راني دلكاها، يعني غندخل فيها غير الزرارع. صافي، ونخليها ترتاح. ندير عليها واحد البلاستيك غذائي ونخليها ترتاح. هنا البنات هادو هما الزرع باش غادي نقرصها، بشويه الجنجلان، شويه الزريعه خضراء، وشويه الزريعه الكحله، حتى هي كلهم خضرين، يعني ما مقرملينش، كنشريهم خضرين. وواحد معلقه الزبده، هادو غادي نحتاجهم باش غادي نقرص العجينه. وعلى بركه الله ان شاء الله غادي نبداو نقرصوا فيها، وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها كي غيكون. الزبده كامله صافي البنات، دابا غنبدا نقرصها. انت نشوف واش كيرطب العجينه، غنبدا نقرصها. المهم هنا بعد ما قطعت هناك طريقه كويرات صغار، هما قطعتهم كلهم. صافي، دابا غنبدا نقرصهم بالزرارع ديالنا كيما وريتكم قبيله، الجنجلان، الزريعه الخضراء والزريعه البيضاء. ما عندي لا طحين لا والو، حيت درت لهم الزبده. صافي، راهم شادين راسهم. بالنسبه للطاوله اللي غادي ندخلو الفران، هي درت ليها الطاقه ديال الفران. صافي، وغادي نكوهم بحال هكذا وندخل فيهم، ندير القياس شويه بشويه. حط فيهم الزبده، ما نحتاج لا طحين لا والو، هان كيجيو بهذا الشكل. غادي ندير الكواره الثانيه، نلونها واحد شويه. ندير القياس ديالها ديال الزبده الثانيه. مع حيت فيه الزبده نتوما كيدخل ليها كله، كيدخل داك الزارع كيدخلو نتوما، كيجي ولداد كيجربوهم. حيت انا دايره فيهم الزرارع لداخل، مغاديش ندورهم في الزرارع، حتى ندورهم الاول بالخبيزه ديالي، وعاد كنحط ليها القياس ديال هاد الزرارع.
المهم البنات هنا كملتهم كاملين، دابا غنخليهم يرتاحوا عاوتاني واحد شويه ورجع نقرصهم. صافي كيكونوا موجودين باش يدخلوا يعني الفران. واحد النقطه مهمه البنات، يعني ملي غتبغيو طيبهم كديروا واحد زليفه ديال الماء كتخشيوها في الفران، ومني كطرحوا الخبز كنخلي انا هي التحتانيه وكنطرح الخبز فوق منها، وهذه هي النتيجه الاخيره. هانتوما الخبز كيجي محمر وزوين.